دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، بنسعد دايما إن احنا نعرف من حضرتك أدق التفاصيل لفصيل غالي ومهم من شعبنا. ده حقيقي النهاردة كان يوم سعيد بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع مذكرة الشراكة للمجلس أحد هذه الأطراف فيها، وهي زي ما حضرتك تفضلت وقلت لتحسين وصول المعلومات. طب ايه الموضوع بالظبط يا دكتور؟ يعني ايه موضوع ديزي مالتي ميديا بابليكيشنز ده؟ ايه التقنيه ديت وهتساعد ذوي الهمم ازاي؟ هي تقنيه تكنولوجيه يعني ليها خصائص معينه، بتقدر تحول المطبوعات الى مسموعه، حاجات مسموعه او يعني وسائط متعدده. كويس قوي. مثلا زي الصور مثلا بتحولها للحاجات المسموعه عشان كل الاعاقات البصريه او ضعف البصر او حتى الاعاقات الذهنيه، بعض الاعاقات الذهنيه يعني. وبتقدر ان هي تقرا او تسمع الحاجات دي بطريقه مختلفه عشان تقدر تتوافق مع امكانياتها. لو هو ما شخص مش بيشوف فيقدر يسمعها. يعني ده معدي يا دكتور في رأي سعادتك برايل سيستم مثلا وما إلى ذلك، يعني من إنه هو يقرأ الوثيقة بالتفصيل بس بطريقة تناسبه؟ بالضبط كده، لأن الحقيقة يعني في تقنيات كتيرة، ولكن تقنية ديزي بتنفذها كمشروع الوكالة اليابانية الجايكا هي تقنية خاصة جدا وليها إمكانيات خاصة ومتفوقة جدا، إن هي حتى الصورة تقدر توصفها، يعني مش لازم انها يكون بس كلام مكتوب، يعني توصف له اهم ما مكونات الصوره بحيث ان هو من غير ما يشوفها ياخد فكره كامله عن هو شايف ايه. بالظبط. وطبعا الشراكه كانت في جهات مختلفه، طبعا الجامعات القاهره اسكندريه، الجامعات ال دار الوثائق، جامعة الأزهر، كلها جهات بتقدم خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من الطلاب أو طب اسمحي لي يا دكتور، هل نفس التقنية نقدر نعول عليها في العكس لو حد مثلا من ضعاف السمع ويقدر يشوف، فممكن ملف صوتي أحوله له إلى صورة بشكل ما أو مكتوبا؟ طبعا الحاجات دي كلها فيها ليها تقنيات مختلفة الحقيقة، بس احنا النهاردة كنا بنوقع الشراكة لتنفيذ المشروع اللي حضرتك اللي بقولك عليه، اللي هو المرحلة الثانية من تقنية ديزي يعني. وهنا المرحلة الأولى كان المجلس القومي كان مشارك فيها طبعا، ولكن المرة دي احنا منسق رئيسي الحقيقة. احنا ده دور المجلس الأول الحقيقة، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين وصولهم للخدمات المختلفة. صحيح. هنا تحسين وصولهم للمعلومات، التقنيات الحديثة اللي بنحتاجها وبنطوعها علشان نقدر ان احنا نمكنهم كطالب مثلا ان هو يقدر يحصل على المعلومات اللي محتاجها في المواد الدراسية، المناهج التعليمية مثلا. صحيح. لازم تكون متاحة، واحنا بنتكلم هنا على الاكسسبيليتي، يعني هنا اكسسبيليتي ثرو تكنولوجي، يعني ازاي ان احنا من خلال التكنولوجيا الحديثه ان احنا نعمل له اتاحه. وده طبعا يتطلب تعاون جهات كتيره مع بعضها، وهو ده الانجاز بتاع النهارده، ان العشر جهات بتتعاون في مذكره تفاهم عشان كل جهه بتقدم فيما يخصها وبتتعاون مع الجهات الاخرى علشان تقدر ان احنا نوصل للاتاحه المعلوماتيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. بشكرك جدا يا فندم دكتور ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، كل التوفيق لتحويل اخواتنا واهالينا من ذوي الهمم وذوي العبقريه والتميز والموهبه الحقيقه، لانهم جبابره وناجحين جدا جدا، يعني الجامعات مليئة بمعيدين ودكاترة وأساتذة، إحنا بنتصور أن ناقصهم حاجة، إحنا الحقيقة اللي ناقصنا كتير، لأن ما وجهناش قلبنا وعقلنا بهذه الحساسية وهذا الإخلاص عشان نتطور ويبقى لنا قيمة كبيرة في المجتمع.